هنزل اعمل عرض وكده، فوجئت الكابتن احمد ماهر الله يرحمه رئيس قطاع الناشئين منزلني في وسط الملعب قدام 120 الف متفرج. نزلت طبعا عملت استعراض في مباراه اعتزال طبعا نجم مصر كابتن محمود الخطيب. الماتش اللي كان قبل ماتش اعتزال كابتن محمود الخطيب كان في تمرين معمول في نادي في الملعب الجزيره في مختار التتش، وكانت فرقتنا كنا شغالين يعني بول كنترول كده، وفي ورا الجول كان الفريق الاول شغال في الملعب الرئيسي واحنا كنا مع كابتن مصطفى عبده. فطبعا انا حتى يوميها كنت لابس ترنج مختلف كده عن الفرقه، وكنت انا جاي من طنطا وكده، فيعني جمهور الدرجه الثالثه كله يعني شد انتباهه ولد صغير كده، كنت انا اصغر واحد لان هي كانت فرقه 10 سنين وانا كان عندي 8 سنين في الوقت ده، فكانت الكوره ما بتقعش من على جسمي وكده، وكنت بتحكم في الكوره بشكل كويس قوي فمن هنا يعني كان تم الاختيار ان انا يعني يوم المباراه انا ما كنتش عارف ان انا هنزل اعمل عرض وكده، فوجئت الكابتن احمد ماهر الله يرحمه رئيس قطاع الناشئين منزلني في وسط الملعب قدام 120 الف متفرج. نزلت طبعا عملت استعراض في مباراه اعتزال طبعا نجم مصر كابتن محمود الخطيب. فالكوره بقى حوالي مثلا تلت ساعه كده ما نزلتش من على الارض، وطبعا ده كان شرف ليا ان انا انزل في مباراه زي دي قدام 120 الف متفرج. قبل المباراه ما كنتش بشوف كابتن محمود الخطيب طبعا، ولكن بعد المباراه لا كتير اتقابلنا بفضل الله يعني، و وزي ما قلت لحضرتك دلوقتي ان كان مباراه اعتزال كابتن اكرامي كنت انا برضو نزلت استعرضت ما بين الشوطين، كان ماتش منتخب مصر والنادي الاهلي بيلعبوا بعض، ولقيت الكابتن محمود خطيب يعني ما بين الشوطين نادى عليا وقال لي تعالى يا احمد، ونطقنا الكوره كده، وكانت لقطه طبعا يعني دي لقطه عمري ان انا فرحان جدا باللحظه دي. وطبعا بعديها بقى في النادي كان بيقابلني على طول ويكلمني خلي بالك من نفسك واتمرن كويس وكل كويس. طبعا كابتن محمود خطيب يعني اسطوره، مجرد بس لحظه زي دي او كلمه في العمر منه تفرق مع الواحد بشكل كبير يعني. الحمد لله بذكر بلدي وبذكر تراب بلدي اللي انا اتربيت عليها. بشكركم جميعا، بشكركم جميعا، الف شكر، الف شكر، الف شكر.